مرحبا، صباحكم بالخير وان شاء الله تكون ايامكم حلوه. شايفين الجو قديش حلو هون في اوتوا بالصيف، بالشتاء برد عندنا كثير. بدي احكي معكم عن موضوع جديد الان الحكومه الفدراليه عم بتحاول تسويه، اللي هو اسمه رولر اند نورثن ايميجريشن بايلوت. هو اسهل طريقه تقريبا للهجره الى كندا. المشروع بتضمن او بدخل فيه 11 قريه ومدينه صغيره في 4 مقاطعات في كندا: أنتاريو، ألبرتا، مانيتوبا وبريتش كولومبيا. مدن صغيرة لكن فيها فرص عمل، عشان هيك عم بيحاولوا انهم يجذبوا المهاجرين الجدد لهي الأماكن عشان يسكروا الأعمال الشاغرة في هذه المدن. طبعا راح تكون طريقة الإيميجريشن أسهل من الفيدرال سكيلد وركرز، لأنه أنت رايح عارف وين رايح والمكان هذا بده ناس فبيجذبوا. فعشان هيك أتوقع أنه راح تكون في تسهيلات على الموضوع. ليش بحكي بتوقع؟ لأنه البرنامج أعلنوه رسميا اسم البرنامج، لكن تفاصيله راح تطلع في السمر، في نهاية السمر اللي هو حوالي شهر 8، وراح يكون التقديم في نهاية الخريف. شو طريقة التقديم فيه؟ أول إشي بدك تجد الشغل اللي بدك تروح عليه في هذه المدينة، فعشان هيك لازم تدخل على هذه المدن. ححط الرابط تبع الإيميجريشن هذا أو الطريقة. بتدخل على هذه المدن و بتروح بتتواصل مع الشركة أو المؤسسة اللي بدها تسوي لك الهايرنج، وبعد هيك هم اذا وافقوا عليك وشافوا انه انت اوكي راح يبعثوا الابلكيشن تبعك او السي في تبعك للمدينه، بعدين بصدقوا عليه وبيبعتوه للفيدرال جوفرمنت. الفيدرال جوفرمنت بتشتغل على موضوع الهيلث والسكيورتي والامور هاي اللي هي بتكمل فيها. طبعا من المتوقع، انا المتوقع انه يكون المطلوب في الايلتس 5 زي ما كان في بايلوت سابق. المطلوب الان هو 6 ل 6.5 في الفيدرال جوفرمنت، بس اتوقع راح يكون المطلوب ماكسيموم 5 فيه. فعشان هيك عشان تكون جاهز انت لهذا البرنامج لازم تدخل على الرابط وتشوف هاي المدن، تتأكد انك انت ممكن تروح على هذه المدن. اختيار المدينة اشي مهم جدا، اي مدينة بدك تروحها. في شغلات مهمة لازم تكون محضرها انت. ممكن تبدأ تتقدم لاختبار الايلتس عشان تشوف اذا انت فعلا تقدر تجيب الخمسة او لا. الخمسة مش صعبة ولكنها ليست سهلة، يعني لازم تدرس لها. برضو لازم تعادل شهادتك اذا عندك شهادة شخص رسمية. في برنامج او موقع اسمه WES، هذا اللي بيعادل الشهادات. ممكن تعادل الشهادة رسميا فيه، اعتقد بكلف حوالي $150. والشيء المهم برضو انك تكون محضر حالك للهايرينج بروسيس، يعني لازم يكون عندك الاوراق المهمه زي سي في مثلا. السي في بالطريقه القنديه يختلف عن السي في بالطريقه اللي احنا بنستخدمها في دولنا العربيه. عاده في الطريقه الكنديه ما بحطوا الصوره مثلا، فعشان هيك اعمل جوجل لسي في كنديان واي ونقحه باللغة الإنجليزية. لازم تكون منقح، مش تحط لي مليون غلطة في السي في وتقول أنا بدي أروح أشتغل في كندا. يعني خلي واحد إنجليش ميجر يكون ينقح لك إياه. أجين السي في بالطريقة الكندية يختلف عنه في دولنا العربية، فانتبهوا لهذه الطريقة. وأعتقد أنه يعني هذه المعلومات الموجودة حاليا عن هذا البرنامج. ما في أشياء كثيرة، الإعلان زي ما حكينا في الخريف راح يبدأ. حبيت أفيدكم بهاي المعلومات عشان تحضروا حالكم إذا حد عندكم حابب يجي ويقدر يوصل. قديش لازم يقعد في هاي المدينة ما حد بيعرف. كل هاي المعلومات راح تكون جاهزة الصيف إن شاء الله، فإن شاء الله نقدر نشوفكم في كندا قريبا وتستفيدوا من هاي المعلومات. إذا حبيتوا هاي المعلومات انشروها مع أصدقائكم و اعملوا سبسكرايب لهذه القناة، وإن شاء الله نشوفكم في حلقات أخرى وتستمتعوا معنا السنة الجاي في الصيف. إحنا اليوم أوفيشالي صيف في كندا. يعطيكم العافية. إذا عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.